محمد وفاطمه هم اللي جابوني من 100 ابار. اتكل على الله. هم اللي جابوني من 100 ابار لبنت الاكابر، لا زاد ولا زواج. واولاد الحرام ما خلوش لاولاد الحلال حاجه. امشي من هنا وسلب الغاليه. ما تجيش عشان لك رجلك بجد. اعوذ بالله يا عم بن عمي، انا بيني وبينك ايه ما تسيبني في حالي. قبل الامك امشي من هنا. اسمع فاطمة، ريفية سمرة، طولها حوالي 170 سنتي، لابسة جلابية سودة. دي كل الأوصاف اللي أقدر أقولها لك. شكرا. اللي أنا مستغرب له، الست دي إزاي قدرت تهرب من هنا؟ مبررات الهرب بالنسبة لها قوية جدا، وده بيؤكد صدق إحساسي. إنها هربت علشان ولد ابنها وعشان تدور عليه. بالظبط. وعشان كده السؤال الأهم دلوقتي، هي هربت راحت فين؟ فاطمة؟ إن شاء الله لما تتابع الجريدة هتعرف الحقيقة. طيب يا سيدي، طيب مع السلامة. اسألني يا عم كمال. أيوه؟ أيوه أنا الشريف حسن. الله يخليك يا سيدي. لا جوزها لسه ما عطلناش عليه. طب خليك معايا ثانية واحدة. اتفضل يا عم كمال. الورقة ده توديه للأستاذ عاطف. هو كان طلبه مني. حاضر 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 يا سيدي. مع ألف سلامة. مع السلامة. ألو؟ من فضلك اديني لأنسة ثانية. شكرا. ايوه الو. الله يسلمك. لا انا رجعت من 100 ابار امبارح، للاسف ما لقيتوش. لا بس طلعت فايده برضه، عرفت ان الولد وتاكدت انه ابن فاطمه. ايه؟ فاطمه هربت؟ ازاي؟ لا 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 الكلام مش هينفع في التليفون، انا هجيلك حالا. طيب مع السلامه. يا فندم انا كنت عايز اجل النشر لان في اخبار مثيره جدا عن فاطمه. مش ممكن دلوقتي يا شريف، الموضوع ده لازم ينزل بكره، وانا حجزت لك 20 سنتي بخمس عمود عشان تغطي كل التساؤلات. حاضر يا فندم، بس يا ريت تديني مهله ساعتين ثلاثه. هروبها ده جه نتيجه تدهور حالتها النفسيه. هي في الايام الاخيره حالتها النفسيه كانت تعبانه جدا وامتنعت عن الاكل. طب من وجهه نظرك ده تبشيره؟ اعتقد نوع من اللهفه وسوء دماغ. اكيد هي هربت عشان تدور عليه. كنت طبعا متضايقه عشان فشلت في علاجها. لا انا متعاطفه معاها بشكل انساني بصرف النظر عن نجاحي او فشلي في علاجها. طب ما عرفتوش هي هربت ازاي؟ طبعا انت عايز تعرف عشان تكمل الخطه الصحفيه. اللي اخدته كفايه. المهم لازم اتحرك بسرعه. انا هروح القسم، احتمال يكون عوض بلغ عن غياب فاطمه وقال لهم هو قاعد فين في مصر، واحتمال كبير قوي يكون قبضوا عليها. على اذنك. طب كلمني في التليفون لو عرفت اي حاجه. حتى لو ما عرفتش هكلمك برضه. ممكن؟ ممكن. سلام. مع السلامه. يا اختي اسمعي، ايه ده؟ هاتي عنك يا اختي، انت عايزه تشتغلي ولا حاجه؟ اني لا، انا عايزه ادور. دوري فين؟ هناك عند بنت الاكابر. اكابر مين دي؟ الست نفيسه. ايوه اللي جدها هيقف لنا يوم الموقف العظيم. هاتيها. لا يا ستي انت ربنا يسهلك، مجنونه دي ولا ايه؟ هيعطيكي. بس يلا بسرعة، لازم أرجع أجري حاجة. طب يلا بينا. اتفضل. يلا. بكرة.
واحنا هنعمل لك ايه يعني؟ سيج عليك النبي تجيب لي مراتي وابني. انتم مش الحكومي وتقدروا على اللي ما يقدر عليه العبد. يا راجل حل علينا احسن مدين النبي دخلك الحج. ان شاء الله توديني لومان. انا عاوز ابني. انا مش منقول من هنا الا لما تقول لي مراتي وابني. يا مقبول انت، احنا مش في ايدينا ان نعمل لك بلاغ. طب اعمل لي محل. وانت مرتك اسمها ايه؟ فاطمه عبد الودود شعبان يا بيه. انت عوض عبد السميع؟ ايوه يا بيه. سيبه يا شويش. مدوخني سبع دخات يا بيه. اه ومراتك اسمها فاطمه وابنك اسمه محمد صح؟ ايوه يا بيه. وانتوا من 100 ابار مظبوط؟ ايوه يا بيه. اعمل معروف يا سعاده البيه. دلينا على محمد وفاطمه. طيب تعالى معايا. ايه ده شكل المشيط مش اي ملحوظات؟ لا الله ينور عليك. مع الف سلامة. يا شريف تكون عشان ليه انا؟ ايوه طيب. الو انت مين؟ علي صوتك شوية. لا 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 خليك 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 وانا ابعت لك عوض. هبعت لك عوض بدل العربيه من كده في نص السكه. اخيرا يا زيكو عوض في القاهره. ها جاهز؟ جاهز. يلا بينا. ها من فضلك اديني الأنسة سامية. أيوة سامية حصلت مفاجأة هايلة. أنت يا ست أنت. أنت رايحة جاية مستنية إيه؟ مستنية حد؟ أيوة أنا مستنية محمد. محمد مين؟ ابني. ابني؟ لو أنت ما عندكش أولاد. عندي ربنا يخليلي. أنا كمان عندي بس راحوا مني. كان عندي اتنين خدتهم الشرطة في البلد وما فضلنيش غير محمد ابني بس يا اخويا. ونزلنا هنا بلاك والشمس لطشته دماغهم لهلبة يا روحهم. خدوه مني سخن ملهلب خدوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب اقعدي. انت معاكي فلوس؟ ايوه معايا صبع ابيض وبريزه ورق. تشتغلي هنا في الحضانه؟ وماله اشتغل. خلاص هكلملك المشرفه تشغلك وتقعدي وسط العيال يسلوكي. الهي يخليه. يلا بقى قومي عشان تيجي بكره بدري. طب يا اخوي ربنا يخليهم لي. الله يخليك. شوف شي فيك راضي. يلا بسرعه زيكم الصور دي عايزها بعد ساعه فاهم؟ ايوه صح حسن. في جزء من المقال المرفق نزل لك حالا عليه توقيع الاستاذ عاطف. الصور هتنزل لك بعد ساعه. ايوه. الماتشيت العثور على عوض زوج فاطمه. بقول لك يا عم عوض. ايوه. انت مش عايز تشوف ابنك؟ ده يوم الجونه يا سعاده البيت. طب معاك بطاقه؟ ايوه يا بيه الله كريم. طب يلا بينا. يلا يلا ربنا ما يوريك اللي شفته في بلدكم علشان الاقي محمد وفاطمه يا بيه. محدش بيبيل رجحة. الناس متصربعه وملهيل في حل والغريب من دهس. والنبي ما مصدق عيني. هنروح لمحمد وفاطمه دلوقتي يا بيه. وحشتك فاطمه عوض. ام ضناي وعايشه معايا على الحلوه والمر. هي صحيح الغلط راكبها من ساسها الراسي لكن المسامح كريم يا بيه. يعني فاطمه لما سابت البلد كان زعلها يا عوض؟ كان عقلها يوزن بلد يا بيه. بس دمعتها ما كانتش بتفارق خديها. ايام وليالي تقول لي اتصرف يا عوض الواد لازم ادوره المجال لغايه ما جت لوحدها.